نعم، المشهد هو دائما في تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة. نبدأ من مدينة غزة، والحدث الأبرز هناك هو قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة غارات عنيفة على مخيم الشاطئ وعلى حي الرمال وعلى حي الشيخ رضوان وعلى مناطق متفرقة من تلك المدينة. استهدفت منازل ومباني سكنية صباح اليوم، وهذا يعيدنا إلى يعني أوائل أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكأن الحرب عادت من جديد على مدينة غزة. استهدافات متتالية على مناطق مختلفة من مدينة غزة في ظل قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام مباني مجمع الشفاء الطبي، ويقوم بإخراج المواطنين من مجمع الشفاء الطبي وحثهم إلى المغادرة باتجاه جنوب قطاع غزة عبر شارع الرشيد، ويقوم بعملية تفتيش داخل أقسام هذا المجمع، ويعتقل عدد من النازحين وعدد من المواطنين من داخل هذا المجمع، وتم تحويلهم إلى أماكن غير معروفة. لكن الغارات الإسرائيلية يعني منعت من وصول سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة، وهذا ما سيرفع أعداد الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة. وبالتالي هناك عدد من الشهداء تحت أنقاض المنازل التي تم استهدافها صباح اليوم، وعملية اقتحام لمجمع الشفاء الطبي منعت وحرمت سيارات الإسعاف من القيام بواجبها الإنساني تجاه المنازل التي تم قصفها صباح اليوم. أيضا في حي الشيخ رضوان الليلة الماضية كانت هناك غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العمودي في منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 6 مواطنين، وتم تحويل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. أيضا في شمال قطاع غزة كانت هناك في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا وبيت حنون سمع دوي انفجارات عنيفة في تلك المناطق جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على محافظة شمال قطاع غزة، ولم نعلم ما إذا أوقعت هذه الغارات شهداء أو جرحى في تلك المناطق، لكن نحن بانتظار بيان وزارة الصحة الفلسطينية التي توضح طبيعة وأعداد الشهداء في تلك المنطقة. أيضا وسط القطاع كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية، وسقط عدد من الشهداء والجرحى في دير البلح في النصيرات وبعض المناطق مثل المغراقة والزوايدة. أيضا هناك سمع دوي سلسلة من الانفجارات في تلك المنطقة. في جنوب قطاع غزة في خان يونس وخاصة شمال محافظة خان يونس سمع دوي انفجارات وناتج عن غارات إسرائيلية على بلدة القرارة شمالي محافظة خان يونس، استهدفت منازل فلسطينية وأراضي زراعية مفتوحة في تلك المنطقة. أيضا المنطقة الشرقية من محافظة خان يونس كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية والقصف المدفع المركز على أطراف محافظة خان يونس في بلدة خزاعة وعبسان وأيضا بني سهيلة، كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية. أيضا في جنوب قطاع غزة وخاصة في مدينة رفح كانت ليلة طويلة على هذه المدينة جراء قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن 5 غارات استهدفت مباني سكنية واستهدفت شقق سكنية في هذه المدينة. 4 غارات كانت في آن واحد، وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة، وتم تحويل العديد وتم تحويل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفيي أبو يوسف النجار والكويت التخصصي. غالبية الشهداء والجرحى هم من الأطفال، استهدفهم الجيش الإسرائيلي وهم نيام في ساعات الفجر الأولى وأثناء قيام الناس لتناول وجبة السحور استعدادا للصيام.
الايام اللي اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، وترافق هذا مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربيه الاسرائيليه والطائرات المسيره في اجواء محافظه رفح كباقي محافظات قطاع غزه. محافظه رفح مكتظه بالنازحين، اكثر من 1.5 مليون نازح، جميع المباني جميع المنازل تكتظ بالناس، واي غاره اسرائيليه تستهدف اي منزل في محافظه رفح يقع عشرات الشهداء والجرحى جراء هذا الاكتظاظ الشديد. أيمن أبو شنب مراسل الغد من رفح، شكرا لك.